السلام عليكم. ما شاء الله غنشارك معكم القرعه ديال اميكا غوز. ما شاء الله عندها هنا تري اونا سوغوندا تارسا، هذه الثالثه البنات ما عندهاش الجرده فين تغرسهم، وطلبتني وغرسهم لها هنا في الجرده ديالي ما شاء الله. ودابا غدا انا معتنيه بهم الصراحه احسن عنايه، كنسقيهم كل نهار كنشبع ما باش طلع معايا ان شاء الله القرعه ان شاء الله زوينه. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، شوفوا تبارك الله وصل عندي القريعه كي جايه بالا زوكا بالا. هذا الفيوري ديال زوكا ما شاء الله كلها زوينه. هادو ديالنا حنايا مازال ما داروش القريعه ديالتهم، هنا دايرين غير الفيوري. هاي وحده هنايا شفتوها، كنحاول انني يعني نسقيهم مزيان. هذه شفتوا هنا سكرات خاصه الماء مزيان، كون ما عطيتيها الماء كتعطي الغله مزيانه. غدا ناخذ البرميل الاخر السطل الاخر باش نسقيها مزيان وتشبع ماء. ما شاء الله طالعه زوينه. هاد المويه اللي بقات هنايا غادي نسقي بها النعناع، كي بقيته تيبغيته هو سقته هو مزيان، واخا قليل هنا ماشي مشكل ولكن غير يتسقى تبارك الله راه غادي يكثر. ونتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. تبارك الله وصل عند الجرده راه فيها غله كثيره ما شاء الله. ونخليكم هاد الساعات ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. هاي واحد القريعه جايه هنايا تبارك الله وصل على النبي صغيره ما شاء الله اللهم بارك. ونسيت هذه ما سقيتهاش حتى هي، غادي نجيب لها دابا واحده سطيلته ونسقيها بها. وما تنساوش انكم تابوناو في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، واللايك والبارطاج باش تعم الفائده على الجميع. وهاو ولدي هنا جا كيسقي معايا القرعه. ها الجدر ديالها ما هو هو هذا سي ماما برافو صافي. يلا نقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو اخر.